خير مع كوتش احمد كمال من يو اف سي جيم. برنامج يوم سعيد ان شاء الله. النهارده عندنا تمرين ابر بادي، عندنا 2 راوند. اول حاجه عندنا 10 بوش اب، عندنا البوش اب بتستخدم معانا التشيست، عندنا ترايسبس بتستخدم معانا الشولدر. ثاني حاجه عندنا باتر فراي سيت اب، عندنا السيت ابس بتستخدم عضلات الابس والكور، وعندنا ثالث حاجه عندنا بيربي. عندنا تمرينة البيربي بتستخدم النفس بتاعنا، بتحسن ان احنا بقى عندنا باور، نعرف نتحرك، عندنا اي حاجه بتظبط النفس بتاعنا، بتخلي عضله القلب برضك بتاعتنا بتبقى قويه، بحيث ان احنا لو ما عرفناش نعمل كارديو ممكن نعملها في البيت، بتشغل كل جسمنا. عندنا رابع حاجه هاي بلاك شولدر تابس. عندنا هاي بلاك شولدر تابس برضك بتشتغل على الكور، بتشتغل على كل جسمنا، بتشتغل على الشولدر، على الارمز، على كل حاجه عندنا. ممكن يبقى خلصنا تمريناتنا النهارده. برنامج يوم سعيد إن شاء الله.